تحديدا عايز اتكلم عن مباراه ايفرتون وليفربول واللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. اهم ملامح هذه المباراه هو وصول نجمنا المصري اسطوره الكره المصريه محمد صلاح للهدف رقم 100 لي مع ليفربول في جميع المسابقات. الراجل احرز في الدوري 79 هدف مع ليفربول، وهدف في تصفيات دوري ابطال اوروبا، وهدف في كاس الاتحاد الانجليزي، و19 هدف في دوري الابطال. وتوتال الاهداف لمحمد صلاح في مسيرته الاحترافيه كلها 177 هدف، عدد كبير جدا من الاهداف ما شاء الله عليه. 100 هدف مع الريدز، 34 بقميص روما، و20 مع بازل، و12 مع المقاولين، و9 مع فيرنتينا، و2 مع تشيلسي. نجم كبير جدا طبعا نجمنا المصري محمد صلاح. من اهم احداث هذه المباراه كمان هي اصابه فيرجيل فان دايك، اصابه شكلها هتبقى خطير وشكله كده هيبعد فتره عن ليفربول بعد تدخل قوي جدا من بيكفورد في احدى اللعبات في بدايه المباراه. احرز الاهداف النهارده ماني لليفربول وصلاح، وايضا احرز لايفرتون مايكل كين وكيلفرت لوين هداف الدوري الانجليزي، 7 اهداف اعتقد وصل دلوقتي ليهم في مشواره. هدف اتلغى في اللحظات الاخيره من المباراه، يعني في شك في الحقيقه الهدف لو نعرضه معانا. اهي الصوره زي ما حضراتكم شايفين، ماني غير متسلل، ورغم كده الفار حسب اللقطه دي تسلل، وفي تعليق كبير جدا من يورجن كلوب على اللقطه دي تحديدا، وبيقول ان الفار ده هيفسد كره القدم، فبالتالي لقطه مثيره للجدل، وكان هدف احرزه هندرسون لكن لغاه حكم المباراه. دي كانت ابرز ملامح مباراه ليفربول وايفرتون. عارف وسامعكم كويس جدا يا عم، خلينا في مباراه الاهلي، كل التفاصيل عن مباراه الاهلي هتكون بعد الفصل، استنوا.